Livre du jour. Livre du jour. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في روبريك لو ليفر دو جور. كيف ما عودناكم الجمعه هذه الكل نحاولوا كل يوم ناخذوا كتاب الكاتب التونسي، واليوم اخترنا باش نحكيوا على اول اصدار الانجن اكريفان اسمه حاتم اللواتي. الكتاب نتاعنا اليوم اسمه 27 ليله وليله. اسم الكتاب يفكرنا في الروايه الشهيره الف ليله وليله، اما اسم كتابنا اليوم هو 27 ليله وليله، يعني باللغه الدارجه 27 ليله وليله بمعنى اسم نسائي مش بمعنى ليله. الكتاب هو عباره عن مجموعه قصصيه متكون من 27 قصه ناقده وساخره للي يعيشوا التونسي في الكوتيديان متاعكم. نذكر منهم مثلا مدربة الحياة اللي تحكي على الفينومين الكبير متاع الكوتش دو في اللي ولا تندنس في تونس ليامات، ليت أبي يعود يوما اللي تحكي على طريقة التونسي في التعامل مع الموت، وغيرهم كيما كوبا أمريكا، يوميات نادل في برلمان، بيئة الجرائد الإلكترونية، إطار بيان 8 نوفمبر مش 7 نوفمبر إلى آخره. دونك شهرزاد التونسية تشرط على شهريار التونسي باش يحكي لها 27 قصة على 27 ليلة باش تقبل إنها تقابله. 27 قصة، كل قصة تنقد بفاسون هزلية مشكلة من المشاكل اللي يعيشها المواطن التونسي. لهنا الكاتب يلفا إسيي دو مدخل لكسان على سكيزوفريني متاع الشعب التونسي، على التناقضات اللي يعيشها التونسي، ذكرياته، الطرائف اللي نتعديو بيها كل يوم اللي تجم تكون مؤلمة ومضحكة فرد وقت، مطروحة بلغة أدبية بسيطة في متناول الجميع بأسلوب هزلي ناقد وساخر وسيختو مشوق يخلي الكاتب مستمع بالقراءة هذية. كاتبنا اليوم حب يعطي لشانس للقارئ نتاعو انه il s'identifie certainement على القليلة الوحدة من القصص في الكتاب. يمكن تفكروا بروحه ولا تفكروا بعابد من الانتوراج نتاعو ولا حتى بأون سيتواسيون تحط فيها. كتاب بالحق مختلف على اللي قدمناه لكم، تحسوا سي هكا ان ستيل اونيك، ستيل جديد متاع كتابة، اسلوب مختلف على الاساليب الموجودة. ننصحكم به سورتو اللي هو من اول اصدارات ان جون تونسي، قاعد توا يكتب وينشر في روايات اخرى. دونك نحنا من الواجب متاعنا في الحياة افام والكل لكتور انه بالحق يشجع ولد بلادو. هذه كانت حكاية كاتبنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. نعطيكم ان رانديفو دوما مع كاتب تونسي جديد. ليفر دو جور. ليفر دو جور.